الضريبه. الرحيم ادريس برحو رئيس وكاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الناظور. اليوم كنتواجدوا في غرفه التجاره والصناعه والخدمات بالناظور. اللي كان واحد اليوم منظمات واحد اليوم تحسيسي بالمساهمه المهنيه الموحده، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاضر اليوم باش يشرح الطور ديالو والمساهمه ديالو في هذا المشروع الضخم اللي عطى الانطلاقه ديالو سيدنا الله ينصرو. وبالنسبه لنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرحنا لهم بان الاخوان التجار غادي يستافدوا بحالهم بحال الاجراء في القطاع الخاص، لا من ناحيه العائلات يعني استداوي الحقوق المستفيدين، لا من ناحيه نسب ديال التغطيه الصحيه، لا من ناحيه الشروط ديال الاستفاده. يعني شرحنا لهم باننا مادام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنده راكم واحد التجربه في هذه الخدمات المقدمه للاجراء في القطاع الخاص، نفسهم هذه تعاود كنأكد عليها غادي يكونوا بالنسبه للتجار من ناحيه التغطيه الصحيه الاجباريه. كما كنأكد على ان التجار يعني يكونوا مرتاحين ان شاء الله. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي في القليل الايام المقبله غادي يحل واحد البوابه ان شاء الله اللي عن طريقها غادي يتم تسجيل ديال العائلات ديالهم يعني الافراد ديال الاسره ديالو، اللي من خلالها غادي تعطينا حنا المعلومات الافراد ديال العائله ديال كل تاجر، وان شاء الله بدون ما يمشيو يتقلوا الوكاله ديال الصندوق الوطني الاجتماعي من ديورهم من المحلات ديالهم يقدروا يسجلوا المعلومات عن العائلات ديالهم. وحنا كنأكدوا عاودة مرة أخرى بأن الصندوق الوطني الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يواكب هذه المرحلة هذه، وغادي يكون متواجد بقوة إن شاء الله من أجل التوضيح والتبسيط والمساعدة ديال جميع الفئات اللي غادي يدخلوا في هذا الاطار في هذا القانون الاطار ديال 7921. ومن هذا المنبر كنشكركم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.